قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وعلى قدر الإيمان يكون البلاء. ومن علامات حب الله أن يتوفاه على عمل صالح، فالإنسان عباد الله لا يدري بما يختم له عند الموت، فعليه أن يسأل الله دائما حسن الختام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا عسله. فقيل: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يوفق له عملا صالحا بين يدي أجله، حتى يرضي عنه جيرانه أو قال من حوله. اعلم رعاك الله أن الإنسان يموت على ما عاش عليه، ويحشر على ما مات عليه، ولا يظلم ربك أحدا. أما حب العبد لله فادعاء يدعيه كثير من خلق الله، ولما كثر المدعون طلب الله منهم الدليل والبينة. اعلم رعاك الله أن محبة الله دعوة يدعيها كل أحد، فما أسهل الدعوة وما أعز المعنى. فلا ينبغي أن يغتر الإنسان بتلبيس الشيطان وخداع النفس إذا ادعت محبة الله تعالى، ما لم يمتحنها بالعلامات ويطالبها بالبراهين. فالمحبة شجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، وثمارها تظهر في القلب واللسان والجوارح. فمن علامات حب العبد لله أن يحب الخلوة، ويأنس بمناجاة الله وتلاوة كتابه. لله قوم أخلصوا في حبه فرضي بهم واختصهم خداما، قوم إذا جن الظلام عليهم باتوا هناك سجدا وقياما. خمس البطون من التعفف ضمرا، لا يعرفون سوى الحلال طعاما. أوحى الله إلى بعض عباده: إن لي عبادا من عبادي يحبوني وأحبهم، وأشتاق إليهم ويشتاقون إلي، ويذكروني وأذكرهم. فإذا حذوت طريقهم أحببتك، وإن عدلت عنهم مقدتك. قال: يا ربي، وما علاماتهم؟ قال: يرعون الظلال بالنهار كما يرعى الراعي الشفيق غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها عند الغروب. فإذا جن الليل واختلط الظلام وفرشت الفرش وخلا كل حبيب بحبيبه، نصبوا أقدامهم وافترشوا وجوههم، وناجوني بكلامي وتملقوني بإنعامي. فبين صارخ وباكي، وبين متأوه وشاكي، وبين قائم وقاعد، وبين راكع وساجد، بعيني ما يتحملون من أجلي، وبسمعي ما يشكون من حبي. فهنيئا لهم أن الله يحبهم.